الإعلام العربي يقف افتخارا للمنتخب الأردني بعد الأداء الرائع جدا في مباراة نهائي كأس آسيا نسخة عام 2023. وقبل ما ندخل في التفاصيل في البداية، الفيديو ده بالذات استعان منك مليون لايك، اضغط لايك واشترك في القناة وفعل الجرس وشغل الفيديو لكل حبايبك على مستوى العالم. ارفع راسك فوق، افتخر ان انت أردني، ارفع راسك فوق افتخر ان انت مغربي، ارفع راسك فوق افتخر ان انت عربي بقيادة مغربية، بقيادة مغربية، بقيادة اكثر من رائعة. الحسين عموتي يقود المنتخب الاردني لاول مرة للفوز كوصيف بطولة كاس اسيا نسخة عام 2023 في المباراة اللي انتهت في نهائي كاس اسيا بنتيجة 3 اهداف لصالح المنتخب القطري مقابل هدف وحيد لصالح المنتخب الأردني. أحرز الأهداف كلا من أكرم عفيف في الدقيقة 22 من ضربة جزاء، وأيضا في الدقيقة 73 من عمر اللقاء، وأيضا في الدقيقة 95 من ضربة جزاء، 3 ضربات جزاء لصالح المنتخب القطري مقابل هدف في الدقيقة 67 ليزن النعيمات في الدقيقة 67 من عمر اللقاء، لتنتهي المباراة بنتيجة 3 أهداف لصالح المنتخب القطري مقابل هدف وحيد لصالح المنتخب الأردني. ويحصل المنتخب القطري على البطولة للمرة الثانية على التوالي بعد حصوله على بطولة 2019 في المباراة النهائية اللي انتهت بفوز قطر على اليابان بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف. وأيضا المنتخب الأردني هارد لك، ألف ألف مليون مبروك، ألف مليون مبروك كل لاعبين المنتخب الأردني كل من موسى التعيمري بالإضافة ليازن النعيمات، كل اللاعبين دول استثناء يا جماعة، بقيادة مغربية، بقيادة أكثر من رائع حسين عموتة، لأول مرة في تاريخ الأردن منذ أكثر من 20 عام لم يحقق أي لقب في البطولة، بينما المنتخب القطري اللقب الثاني على التوالي. ألف مليون مبروك. وعايز اقول لقطة جميلة جدا بتوخذنا في المباراة، وهي تكاتف الجمهور القطري والاردني سويا في المدرجات في ملعب لوسيل في اطار نهائي البطولة بقطر. يعتبر لقطة فخر، لقطة مشرفة جدا، لقطة عربية مشرفة اكثر من رائعة. ارفع راسك فوق انت اردني، ارفع راسك فوق انت مغربي، كل الفخر، كل العزة، كل الشرف للقيادة المغربية الحسين عموتة. وأيضا العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني وكل أمراء الأردن الحسين بن عبد الله وهاشم بن عبد الله الثاني، بالإضافة لرئيس الجهة التنفيذية للاتحاد الرياضي لكرة القدم الأردني علي بن الحسين، كل جمهور المنتخب الأردني فخر الأردن، فخر وشرف كبير للمنتخب الأردني الحصول على المرتبة على المركز الثاني في البطولة. وأيضا المنتخب الأردني اللي قدم بطولة أكثر من رائعة بقيادة الحسين عموتة بقيادة مغربية خالصة، استطاع من التأهل كأول المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط، كما استطاع من الفوز على المنتخب العراقي في مباراة ثمن النهائي في إطار دور 16 من البطولة، المباراة اللي انتهت بنتيجة 3 أهداف لصالح المنتخب الأردني مقابل 2 لصالح المنتخب العراقي. وبعدها استطاع من التأهل إلى المرتبة الربع النهائي والفوز على منتخب طاجكستان المباراة اللي انتهت بنتيجة 1-0 لصالح المنتخب الأردني، ومن ثم العبور إلى الدور نصف النهائي ليفوز على المنتخب الكوري الجنوبي في مباراة ولا أروع انتهت بنتيجة 2 لصالح المنتخب الأردني مقابل لا شيء لصالح كوريا الجنوبية. قدم بطولة، قدموا مباريات يا جماعة أكثر من رائعة بتواجد جمهوره وبتكاتف الجمهور الأردني. ما ننساش أيضا الجانب والعنصر الجمهوري في البطولة. كل الشكر ممنون، كل الشكر موصول، كل الشكر لقيادة المنتخب الأردني الحسين عموتة ولجمهور الأردن وللشعب الأردني. وبمشيئة الله تعالى مع أطيب التمنيات بالعودة في البطولات القادمة، بمشيئة الله تعالى للبطولات القادمة، وبذلك ضمن تأهله وضمن وضع قدم في البطولات القادمة مع عامل الثقة الموضوع الآن داخل عناصر المنتخب الأردني.
حظ موفق بمشيئة الله تعالى مع عودة طيبة وحميدة في بطولة كأس آسيا القادمة بمشيئة الله تعالى، وأشوفكم على خير في علقة تانية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.